Thank you.
وتتركني ليه عشقاني وتتركني
عليها يوم
وأنسى الكل، أنسى الكل. ويزداد الجواد.
حكيت لك عن سبب نوح.
حكيت لك حكيت لك حكيت لك عن سبب حكيت لك عن سبب نوح حكيت لك عن سبب نوح حكيت لك عن سبب ونار
حكيت لك حكيت لك عن سبب نوحي حكيت لك حكيت لك حكيت لك عن سبب نوحي 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 حكيت لك عن سبب Thank you.
Thank you.
بعد أيها السادة، أي أغنية كانت حلم هذه الليلة؟ وأي سحر كان ينبعث من شفتي أم كلثوم في كلمات هذه الأغنية العذبة الآسرة؟ لكأن أم كلثوم كانت تغني لكل فرد وحده، وتحكي له قصة العذاب والعتاب، وتلعب بعواطفه فيهدأ تارة ويثور ويعطف ويفكر، يتقدم مرة ويتأخر، وفي كل مرة هو مشدود إلى النغم ساعة ونصف ساعة. وهكذا أيها السادة تحولت القاعة إلى رؤوس تهتز وأيد تتمايل وخيالات تسبح وتسرح، وفي كل مرة تبدأ فيها أم كلثوم وتعيد كأنما تقدم لنا الأغنية لأول مرة، نفاذة تدخل إلى القلب في سهولة ويسر وبساطة. وكانت أم كلثوم بين الحين والحين تغمض عينيها أحيانا والموسيقى تحلم حولها لتعود فتحكي حكاية طويلة ليتها لم تنتهي. أيها السادة، كانت هذه الأغنية الثانية في حفل الليلة، أغنية يا ظالمني للشاعر أحمد رامي والموسيقار رياض الصنباطي. سنعود بكم الآن سيداتي وسادتي إلى دار الإذاعة بالقاهرة، بيثما يحين موعد الأغنية الثالثة في حفل الليلة الساهر. فإلى دار الإذاعة بالقاهرة.